إضاءات من الميثاق. إضاءات من الميثاق. مستمعينا ومشاهدينا، اليوم طبعا في هذه الجلسة الحوارية الثانية لبرنامج إضاءات من الميثاق راح نتطرق لمحاور مهمة، وهي طبعا البنود التي جاءت في نص ميثاق العمل الوطني ومحور السياسات الاقتصادية والقطاع الخاص. اليوم راح نناقش كل ما يتعلق بهذا الجانب مع مجموعة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي ممن شرفونا في استوديو إذاعة البحرين. نوجه التحية لسعادة السيد جمال فخرو، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة العليا للميثاق، مساك الله بالخير وحياك الله معنا. أيضا نوجه التحية لسعادة الدكتور ناظم صالح الصالح، نائب رئيس جامعة البحرين سابقا، حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا. أيضا نرحب بسعادة الدكتور عبد الله محمد الصادق، رئيس سابق لجمعية الاقتصاديين البحرينية، عضو اللجنة العليا للميثاق، أهلا دكتور. مرحبا، حياك الله. طبعا موضوع الاقتصاد متشعب وكثير، وإحنا نتكلم عن 20 عام. الاقتصاد يعني حراكه سريع ومتغيراته كثيرة، والعالم أعتقد في 20 عام مر بأمور وهزات اقتصادية أيضا كثيرة. ولكن نحاول اليوم نحن نركز على مسألة مهمة، بما نحن في ذكرى الميثاق العام وانتم بخير، نحاول نحن نربط كل ما لدينا الآن من إنجاز، كل ما لدينا الآن من خطط لمواجهة التحديات بما جاء في ذلك الميثاق الذي نعتبره جميعا كخارطة الطريق. فخلونا في البداية نتكلم عن يعني ما أولاه هذا الميثاق للجانب الاقتصادي من مساحة خاصة من اهتمام جاءت في بنودها 7 اللي موجودة في نص الميثاق. وأكيد أنتم كنتوا أعضاء في اللجنة، ومناقشات وحوارات، ويعني حتى وصلتوا إلى هذه النسخة أو الصيغة التي توافقتم عليها كأعضاء لجنة. فكلمنا أستاذ جمال عن هذا الجانب، وإلى أي درجة يعني اهتميتوا في موضوع الصياغة بالجانب الاقتصادي؟ شكرا أخي الشيخ. طبعا هو يعني كما ذكرتي الجانب الاقتصادي علق بالنسبة لي الدكتور عبد الله وبعض الزملاء الآخرين كان جانب مهم. والشيء الجيد في الحقيقة في اللجنة أن كان في تخصصات متنوعة، والجانب الاقتصادي أعتقد أن حظى بأكبر عدد من الأعضاء اللي قدروا أن يعيدوا كتابة المسودة الأولى من 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 الميثاق. إحنا ركزنا في الحقيقة على الأسس الأساسية 7 في للمجتمع الأسس الاقتصادية، ومعظمها أخذناها من دستور البحرين لعام 1973. نعم. وإذا تقرأين دستور البحرين اليوم المعدل في 2002 هو في الحقيقة أخذ كل البنود التي اتينا فيها في ميثاق العمل الوطني وعكسها في هذا الدستور. وبالتالي نحن نظرنا إلى الأسس الاقتصادية، كيف يستطيع المشرع مستقبلا أن يضمن للمواطن البحريني مستوى حياة أفضل. أعتقد هذا هو الهدف الأساسي من أي خطة اقتصادية. أكيد. كيف نحقق التنمية الاقتصادية للمواطن؟ وأسسنا من ذلك مجموعة من الأهداف، تكلمنا فيها على موضوع الحرية الاقتصادية، عدم مصادرة الأملاك الخاصة، تكلمنا فيها عن عن عن, عن حماية الملكية الخاصة، تكلمنا فيها عن الرقابة على المال العام والتصرف فيه، تكلمنا عن إنشاء ديوان رقابة إدارية ومالية، وتكلمنا عن أمور كثيرة كلها أتت ضمن هذا الإطار البنود 7. طبعا منذ ذلك الوقت الآن كثير من التشريعات التي لم تكن موجودة حتى عام 2002 تنظم هذه الأسس تم صياغته وكتابتها. والأهم من التشريعات هو ما تم تنفيذه من هذه التشريعات وأهدافها في صورة خطط وبرامج، وأهم خطة في الحقيقة هي 2030 الرؤية الوطنية. فأعتقد أن استطعنا خلال 20 سنة الماضية أن احنا نحقق جزء كبير من الأهداف التي ذكرناها في ميثاق العمل الوطني وعكسناها في دستور البحرين. لا يزال البرنامج طويل، لا يزال تنفيذها يحتاج إلى وقت. يعني على سبيل المثال اهتمنا بموضوع العمالة البحرينية،
أوكي. موضوع العمالة موضوع هام، لم تمضي سنة من السنوات العشرين إلا ناقشنا موضوع العمالة، ناقشنا موضوع التدريب، توفير الأموال اللازمة، تهيئته إلى آخره. تكلمنا على موضوع البيئة. البيئة اليوم من أهم الموضوعات في أي مؤتمر اقتصادي، في أي اجتماع اقتصادي يتكلمون عن البيئة، عن موضوع البيئة. فنحن كتبنا هذا الكلام من 20 سنة، ربما في البحرين لم نركز عليه التركيز الكثير وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية. الآن آن الأوان ربما أن نحن نركز عليها. فما أتى به الميثاق لن يتحقق في مدة قصيرة، ولكن أعتقد نحن نمشي بخطى ثابتة، وإن شاء الله كما حققنا الشيء الكثير في السنوات 20 نحقق الشيء الأكثر في السنوات القادمة بإذن الله. خلينا يعني ننطلق دكتور عبد الله من تأكيد الأستاذ جمال على مسألة التشريعات والقوانين. هذا المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة في هذه المملكة الدستورية، الحجر الزاوية في كل حديثنا أن احنا نعيش في دولة مؤسسات وقانون، وهذه ما ينظم كل تفاصيل الحياة في المشهد البحريني. من خلال هذه التشريعات، من خلال هذه القوانين، سواء كانت موجودة ويتم تعديلها أو مستحدثة ويتم استحداثها طبعا بطبيعة يعني استجابة للمعطيات المتغيرات، تنتج عنها برامج، مبادرات، مشاريع، رؤى. من وجهة نظرك إلى أي درجة استوعب الشارع التجاري والاقتصادي البحريني هذه النقلة؟ إلى أي درجة تجاوب، سواء كانوا من النخب الاقتصادية أو من إنسان الشارع البسيط حتى التجار المتواضعين، كل الشارع الاقتصادي والبحريني كيف تفاعل مع ما جاء به الميثاق وصولا إلى اليوم؟ يعني هو في البداية لابد أن أكد أن الميثاق في الجانب الاقتصادي صراحة أكد على الثوابت الاقتصادية للاقتصاد البحريني. يعني البحرين كانت ولفترة طويلة يعني تتمتع بالريادة الاقتصادية، والطموح الآن حتى في رؤية 2030 هو المحافظة على هذه الريادة. يعني احنا لا ننسى ان في منتصف السبعينات كيف كانت البحرين بريادتها استطاعت ان تستقطب البنوك الأوفشور، اللي يعني الصدفة التاريخية مثل ما يقولون، أو المصادفة التاريخية أن صارت الحرب الأهلية في لبنان، وبالتالي كانت البنوك الأوفشور تبحث عن مكان لمقراتها. فالبحرين بحكم الريادة كانت تتمتع بها، استطاعت أن تستقطب هذه البنوك الأوفشور، وأصبحت مركز مالي إقليمي يعني، وإلى الآن مستمر. يعني فالميثاق أكد على هذه الثوابت الاقتصادية، أكد على موضوع الريادة. أيضا الميثاق النقطة المهمة كانت فيه بالنسبة في الجانب الاقتصادي هو متوسط دخل الفرد، كيف أن نحافظ على متوسط عالي لدخل الفرد في المجتمع البحريني يعني. وبالتالي بنشوف الميثاق طرح موضوع الاهتمام بالنمو الاقتصادي، وإن لازم يكون في توازن بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. وإذا بنشوف إن رؤية 2030 يا تؤكدت على هذا الموضوع، يعني أهم أو الهدف الرئيسي للرؤية 2030 هو إن يعني مع 2030 يكون إحنا قادرين إن متوسط دخل الفرد يصير أكثر من الضعفين. وبالتالي هذا هدف سامي، هدف كبير، هدف طموح. أعتقد الكل يسعى له من جوانب المختلفة، وأعتقد يعني السبيل للوصول لهذه هو إن كيف نحافظ على النمو الاقتصادي. ومن هنا يأتي المؤسسات دورها في إن تحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي، سواء كان من ناحية القطاع الخاص، يعني لأن احنا نعرف النمو الاقتصادي لن يكون بدون استثمار، وبالتالي الاستثمارات إذا كانت يعني سواء كان من الحكومة، ولكن الفترة القادمة أو الفترة الحالية والفترة طويلة القطاع الخاص يعني مهم في هذا الموضوع. وأيضا موضوع جذب الاستثمار الأجنبي،
عشان كذي مثلا تم تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية. نعم. اللي يلعب دور في 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 تحقيق هذه الهدف الأساسي اللي الكل يشتغل عليه. احنا طبعا راح نتعرض لمسألة موضوع يعني نشأة أو ولادة مؤسسات ومنشآت وكيانات أضافت للمشهد الاقتصادي البحريني، ولكن خليني أنقل الميكروفون الآن والحديث مع الدكتور ناظم الصالح، وبحديثنا عن موضوع استعداد الشارع وتعامل الاقتصاديين أو المعنيين بالاقتصاد مع هذه النقلة. إلى أي درجة ترى أن يعني الميثاق أولى هذا الاهتمام للاستثمار في الإنسان؟ طبعا الاستثمار في الإنسان هو يعني سر نجاح أي أمة وأي مجتمع. البحريني عنده هذا التاريخ، والكل يعرف أن البحريني يعني متواضع وموجود في كل الوظائف ومتعلم وعنده القدرة على التطور وعلى اكتساب مهارات ويعني نقل نفسه، هو مثل ما نقول احنا يشتغل على روحه، يحب يصير أحسن. في نفس الوقت يعني الأيادي البحرينية مشهود لها حتى من دول الخليج، وعندنا أسماء لامعة وقدمت العديد من الإنجازات اقتصاديا من بناتنا وأبنائنا. في نفس الوقت عندنا هذا التاريخ، يعني مسألة الريادة البحرينية احنا دائما نقول شطارتنا في قطاع الخدمات مبنية من أيام الغوص، وهذه البحرين ترانزيت قديم مو جديد، فكل هذا مبني على هذا الأرض. لكن من وجهة نظرك دكتور، وباعتبارك أيضا قريب من الشباب كنت في الجامعة، إلى أي درجة فعلا البحريني عنده القدرة على أنه يواكب هذه النقلة ويكون جزء فاعل في حراكها؟ طبعا بالنسبة إلى ما ورد في الميثاق حول هذا الموضوع، كان يؤكد دائما على أن العنصر البشري عنصر أساسي في عملية التنمية، و ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وبالتالي الحكومة أولت هذا الموضوع اهتمام كبير، ففتحت المجال وأقامت المشاريع وورش التدريب على نطاق واسع من أجل تهيئة المواطن البحريني لأن يتزود بالمهارات المناسبة والتي تجعل منه مواطن عامل مجد يسهم في خدمة بلده ويسهم في عملية التنمية. والمواطن البحريني معروف كما أشرتي أختي في حديثك أنه معروف بالإخلاص بالعمل وبالكفاءة وبالقدرة على أن يستوعب تطورات التكنولوجيا والتطورات الحاصلة في ميدان القيادة، فبالتالي عنده قدرة على الإبداع وعنده قدرة على العمل، وهذا ما نشوفه بالنسبة إلى يعني في الفترات الأخيرة شفنا كثير من البحرينيين اللي هم رواد أعمال في الحقيقة أبدعوا وأنشأوا منشآتهم الخاصة اللي في الحقيقة يعني كان لها مكانة مرموقة في المجتمع، وليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي. فبالتالي وهذا ما تؤكد أيضا القيادة الرشيدة، خصوصا جلالة الملك دائما في كلامه وفي خطبه يؤكد على أن العنصر البشري هو يعني محور أساسي في عملية التنمية، لا يمكن أن تتم عملية التنمية إلا بتنمية العنصر البشري البحريني، وبالتالي يعني الجهود مستمرة في هذا المجال، وإحنا إن شاء الله يعني في الفترات القادمة سنرى البحرينيين يحتلون مواقع متميزة في كافة قطاعات الأعمال. والآن يعني إحنا لما ندرس بعض الإحصائيات نجد أن في كثير من المؤسسات الحكومية وفي أيضا القطاع الخاص نجد أن العنصر البحريني يحتل مواقع متقدمة في قيادة هذه المؤسسات. ولما أتكلم عن المواطن البحريني، سواء كان المواطن البحريني أتكلم عن الرجل أو المرأة، يعني خصوصا في الفترات الأخيرة وبعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة قرينة الملك، يعني شكل انطلاقة إلى المرأة البحرينية بحيث أصبحت تساوي أو تتساوى أو تتسابق مع الرجل في احتلال المواقع القيادية في هذه المؤسسات. فنتأمل يعني إن شاء الله في المستقبل يبرز دور المواطن البحريني والعنصر البشري أكثر
في عملية التنمية واللي هي أساس وتأكد عليه القيادة. طبعا بالحديث عن موضوع الكفاءات البحرينية، يعني وأنا راح أستثمر وجودكم كاقتصاديين الآن، بنتكلم عن بعض الأفكار، عن بعض خلينا نقول أفكار نمطية موجودة في المجتمع اللي يسمونها الأفكار الكلاسيكية، اللي احنا بحاجة لأن احنا نغيرها، لأن تغيير الأفكار هو أصعب أنواع التغيير. يعني ممكن الإنسان يغير في سلوكه ممكن يكون أسهل شوي، لكن تغيير الأفكار والقوالب الفكرية ذي القديمة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى سنوات، والأكاديميين أخبر مني بهذا الموضوع. لكن خلونا نطلع مع هذا التقرير الآن. شكرا طبعا لكل من شاركوا معنا في هذه التقارير، هي تقارير لشخصيات بحرينية من مختلف القطاعات أعطونا ذكرياتهم عن يوم الميثاق، عن يوم 14 فبراير. وين كانوا وين صاروا، وعشرين سنة ما خلتهم ينسون جمال ذلك اليوم الذي سوف يبقى حاجزا لنفسه مساحة خالدة في ذاكرتنا جميعا كبحرينيين. نطلع معكم مع هذا التقرير ونرجع من بعد نواصل إضاءات من الميثاق. نستذكر في 14 من فبراير مراحل التحول الاستثنائية التي رسخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر مشروعه الإصلاحي الناهض المتطور العابر للحدود، والذي وثب في الإنسان البحريني للمستقبل وعزز من مكانته على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، وحول هذه البقعة المضيئة من العالم إلى مملكة دستورية ناهضة يعبر فيها المواطنون عن أرائهم ويقدمون من خلالها دروسا مستفادة في تحقيق النجاحات وفي تحقيق الملاحم الوطنية في شتى المحافل وفي شتى المحطات. نحن نفخر في الصحافة المحلية بأن عزز جلالة الملك حمد بن عيسى دور الصحافة في بناء الإنسان وفي التعبير عن صوته وفي التعبير عن رأيه وفي إزالة القبة الزجاجية التي من شأنها أن تحيل عن وصول حقيقة الصوت إلى المسؤولين في الدولة وإلى المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. إبراهيم النهام، كاتب صحفي في جريدة البلاد. شكرا طبعا للأستاذ إبراهيم نهام على هذه المداخلة والمشاركة، وأعتقد أن مع ابتسامة دكتور عبد الله كأنه رجعت بك لذلك اليوم. أكيد ما حد يمكن يعني ما يعني ينسى ذاك الفترة اللي كانت فترة مهمة، يعني فترة انعقاد الاجتماعات اللجنة العليا للميثاق، كان في فترة رمضان، يعني فترة الأخيرة من رمضان، ويعني كان في نقاشات، مو بس نقاشات مستفيضة كانت تجري في، وكان في مسودة، وكان كيف يعني التحويل هذه المسودة اللي كانت موجودة إلى يعني وثيقة نهائية، وكان في فرحة. يعني أنت شنو كان شعورك يعني وسط كل هذا الحراك وكل هذه يعني تكليف ومسؤولية ونقاشات وناس وشد وجذب، بس أنت أكيد كان لك شعور خاص، كان واضح من ابتسامتك الشعور الخاص. كان إنجاز يعني تاريخي، ولحين أنا أتذكر إحنا كنا في جمعية اقتصاديين بحرينية عقب ما يعني الاستفتاء عقب اجتماعات اللجنة العليا عقدنا ندوة كبيرة يعني في نادي الخريجين، وحضارها أكثر من تقريبا 1000 شخص، يعني القاعة اكتظت بالجمهور يعني. وكانت ندوة حوار ساخن، وكانت ندوة يعني كان الناس تبي يعني تطلع على يعني ماذا دار في الاجتماعات، عن مكونات الميثاق، الآفاق الميثاق، مدلولات الأفكار الموجودة في الميثاق. فكانت فترة فعلا فترة فارقة في التاريخ يعني الحديث لمملكة البحرين. بالنسبة لك أستاذ جمال، يعني كل هذه الذكريات الآن التي حملنا إليها الدكتور، شنو أكثر شيء لا يزال يعني عالق بالذاكرة أكثر من غيره بالنسبة لك؟ هو شوف، الميثاق نقطة تحول رئيسية في البحرين. يعني أنت كنت تعيشين في البلد من غير نظام متكامل،
كنت تحت وطأة رقابة خلينا نسميها يعني بوليسية تحد من أفكار الناس، كنا ضمن إطار قانون من الدولة. كان ذاك الوقت عندنا مجموعة كبيرة من البحرين عايشين خارج البحرين، كان عندنا حتى العمل الاقتصادي كان لم يكن بنفس الانطلاق اللي موجود الآن. أتى الميثاق، ومثل ما قال أخ عبد الله، أتى الميثاق وغير كل هذه المفاهيم، خلق عندنا شيء اسمه حرية، الحرية في التعبير، الحرية الاقتصادية، الحرية في التملك، الحرية في خلق شيء. احنا جيلنا الدكتور والاخ عبد الله وانا وغيرنا كثر كنا نطمح لهذا الشيء، فاتى جلالة الملك واعطانا في الحقيقة هذه الحرية على طبق من ذهب، واستعان بمجموعة من البحرينيين اولاده لكي يكتبوا هذه الوثيقة التي اقرها وصادق عليها مباشرة وعرضها على الجمهور. يعني كنا فعلا في 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 حالة فرح، وكنا يعني ما مصدقين هالتحول اللي قاعد يصير. و يعني ما كنتم يعني متوقعين حجم هذه الشفافية لا اللي بتصير؟ لا لا لا، اللي يقول لك انه كان متوقع وعارف انه بيصير اللي صار، اعتقد يا اما نكون يعني يقرأ المستقبل يقرأ الكف، لانه فعلا لم نكن نتوقع ان هذا التحول في يوم ليلة. هذا الميثاق كتب في 23 يوم، وعقدنا اعتقد 10-11 اجتماع، لا اكثر ولا كنا نجتمع كل يوم وترك، لا اكثر من ذلك، وكنا نناقش فصل او باب الى ان توصلنا اليه. فهذا الجهد اللي صار في 23 يوم ووافق على الشعب بعدها بكذا يوم، بشهر وشهر ونص، باغلبيه ساحقه، اعطت البحرينيين دفعه جديده، غيرت نمط حياتنا، غيرت رؤيتنا للبحرين، تفائلنا كثيرا، والحمد لله ان كل هذه مضى. اللي تخيلنا انه بيستوي وبيصير وبيتعدل، الحمد لله صار. واذا نجحنا في شيء ولم ننجح في شيء اخر، الايام الحلوه قدامنا. اذا بدانا في عمليه وتعثرت شويه وتعطلت شويه، لا الحمد لله التجربه علمتنا، سنقف على أرجلنا ونواصل المسيرة ونواصل العمل. وبالتالي في عملنا في الميثاق نفسه كدوكيمنت ولا كوثيقة، ضمت كل شيء الإنسان يتمناه في أي وثيقة تخطط مستقبله. والجانب الاقتصادي أقول بصراحة، يعني أخ عبدالله سأتكلم على موضوع البحرين كمركز مالي، الميثاق أشار إلى البحرين كمركز مالي. الدكتور تكلم موضوع التدريب، الميثاق عنده باب، عنده باند مستقل على موضوع التعليم والتدريب. من كان يصدق ان احنا راح نجمع سنويا 80 مليون دينار في تمكين لكي ندرب فيه البحرينيين ونساعد فيه المؤسسات الاقتصادية؟ والثمانين مليون هي مشاركة من القطاع الخاص ومن الحكومة وغيرها، يعني ليست أموال جات بضريبة، جات مشاركة من عندنا لكي نمول صندوق العمل، لكي نمول المساعدات اللي تقدم للمواطنين البحرينيين، سواء كانوا تجار صغار أو كانوا مواطنين بحرينيين يحتاجون إلى التدريب لكي يكون البحريني هو الخيار الأفضل. هذا كان هدفنا في الحقيقة. لما وتمكين هي بنت الميثاق، لم تكن موجودة قبل ذلك، كانت عندنا وزارة عمل كان لها أهدافها، ولكن كانت إمكانتها محدودة، الميزانية كانت محدودة. عندما أتت التمكين وحولت الحكومة كل الإيرادات اللي تيها من رخص العمل وإلى آخره إلى صندوق العمل تمكين، غيرت حتى نمط التفكير في استخدام أموال الدولة. هذا اللي احنا كنا نتكلم عنه قبل الفاصل، موضوع الأفكار النمطية. احنا كنا بحاجة إلى أن هناك مثل التابوهات، وتابو موضوع الأجنبي أحسن من البحريني، أتكلم معكم بصراحة، هذه الأفكار اللي كانت موجودة اللي لربما بسبب ممارسات، لربما بسبب فروقات، لربما بسبب يعني أسباب كثيرة وجدت هذه الأفكار، وحتى طريقة التعامل مع المال العام وطريقة التعامل يعني والتنوع أو خلنا نقول في الشراكة، مفهوم الشراكة حتى ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، حتى مفهوم سيمي جوفرمنت،
ما كان واضح. كل هذه التابوهات كسرت بعد هذا الميثاق، وأصبحت هناك أفكار جديدة، هناك في قناعات جديدة ولكن مبنية على حقائق. شوفي أنا راح أقول شيء واحد، يمكن دكتور بيكم يعقب عليه. شيء واحد، من كان يصدق أن صاحب فكرة يجد من يموله؟ في الزمانات السابقة كانت في أفكار لكن ما كان في فلوس تمول هالأفكار. صح صح. اليوم بالفكرة يقول بروح البنك بروح فلان، اليوم روح فكرتك، تموت مع الفكرة. روح فكرتك عندك وروح على تمكين، راح تمولك وراح تساعدك في شراء معداتك، في فتح محلك، في أعرف إيش كذا، وكلها أموال مساعدات غير قابلة للاسترجاع. المهم حسن استخدامها. نعم. أوكي. نعم. هذا تحول كبير فيما يتعلق ب بتغيير التفكير عندنا، بتشجيع المبادرات الفردية. نعم. بتشجيع الشباب على دخول العمل. اليوم بصراحة عندنا عدد كبير من الشباب اللي تركوا دراستهم انهوها، او اللي طلعوا من عملهم الروتين العادي ودخلوا في بسميها مغامرات. بعضها الكثير نجح وبعضها القليل سقط. نعم. لولا وجود الميثاق اللي خلق لنا مؤسسة مثل هيئة سوق العمل، نعم، اللي خلق لنا مؤسسة مثل تمكين، لما استطاع هالشباب هذا كلهم أن يكون رواد أعمال. بالحديث عن المؤسسات، ويسمح لي الدكتور، احنا يعني مسألة المؤسسات وكل ما يعني كل هذه الولادات التي تمخضت عن الميثاق من هذه المؤسسات التي أثرت في المشهد الاقتصادي البحريني، راح نتطرق إليها مع الأستاذ خالد المسقطي الموجود معنا على الهاتف. يعني كنا نتمنى يكون معنا في الاستديو ولكن هو أيضا موجود معنا على الهاتف. مسي عليك بالخير أستاذ خالد. مساء الله بالخير أخت شيخة، والسلام عليكم جميعا، ومساكم الله بالخير مرة أخرى. حياك الله. احنا يعني اليوم في حديثنا مع الأساتذة الأفاضل تطرقنا لموضوع المؤسسات، والأستاذ جمال تكلم عنها ك يعني من أهم المكتسبات التي تحققت بعد الميثاق: تمكين، هيئة تنظيم سوق العمل، مجلس المناقصات، عندنا مجلس التنمية الاقتصادية، مؤسسة التنظيم العقاري، بنك الإبداع وغيرها وغيرها، يعني مما لا يحضرني الآن. يعني أنت من خلال موقعك وكيف تتعامل يعني مع هذه الفكرة باعتبارك يعني اقتصادي وعضو في العديد من المؤسسات المعنية بالاقتصاد يعني محليا وعالميا، أكيد لك نظرة تجاه هذه المؤسسات، إش كثر فعلا كانت مثل خلني أقول مثل الزيت اللي حرك الترس ويسرع من العملية. نعم، شكرا أخت شيخة، واسمحي لي بس كبداية يعني أنا أحب أن أرفع يعني أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله، وإلى مقام طبعا صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، لمناسبة الذكرى 20 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، واللي طبعا هي مناسبة بدون أي شك مناسبة لها مكانتها الخاصة في قلب كل بحريني، وتحمل يعني من الأسس لبداية مثل ما تفضل الأخوان اللي في الاستوديو الأخ جمال والأخ الدكتور عبد الله، لها يعني مكان خاصة حملت أسس لبداية مرحلة جديدة فيها التقدم والازدهار، ويقودها بحكمته وجلالته الملك حفظه الله. جزء كبير من أهداف ميثاق العمل الوطني هو أن يكون هناك موجود تطوير للقطاع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق في المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة، واللي طبعا احنا اليوم نعتبرها جزء جدا مهم حق اللي موجود في اقتصاد وطني متين. هذه طبعا تتطلب أن يكون هناك موجود نوع من الخطوات التي يجب علينا أن نتخذها وتكون بمثابة الخطوات الأولى لتطوير هذا القطاع. احنا اليوم مع توجيهات جهة الملك بالمراسيم اللي صدرت، القوانين التي صدرت، كل هذه هي أدت إلى وجود نوع من التمكين إلى القطاع الاقتصادي وتطويره. اليوم عندنا احنا موجود في دور كبير
لبطاقة العمل الوطني في الإجراءات اللي احنا اليوم خطيناها وساهمت في نهضة اقتصادنا في البحرين. احنا اليوم لما نتكلم على وجود مجلس تنمية اقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، هذا المجلس طبعا قام بدور كبير ومهم، وضع لنا خطط برامج استراتيجية، وضع لنا كل هذه الخطوات لتطوير اقتصادنا، تشجيع جد استثمارات، وأيضا من جانب آخر طبعا تكلمنا احنا على إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، نتكلم على إنشاء صندوق العمل تمكين اللي تم إنشاءه في 2006. كل هذه جاءت بمثابة دعم للمستثمرين المحليين. كل هذه ساهمت زين في وضع خطة وطنية لسوق العمل، خاصة تمكين جاءت بخطة عندها استراتيجية، عندها في سياسة تشغيل العمالة الوطنية، رفع كفاءة هذه العمالة الوطنية، تنظيم استخدام العمالة الأجنبية. بدينا في جمع تحليل بيانات معلومات وصحة إحصاءات كلها تتعلق بوضع اقتصادي في البحرين، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل، كلها بهدف أن احنا نجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول من خلال تقديم الدعم، تقديم التسهيل، العمل على تدريب العامل البحريني حتى يكون هو فعلا الخيار الأول. أنا اليوم لما أشوف عندنا في استثمار من قبل صندوق تمكين من أول ما انشأ في 2006، عندنا في استثمار أكثر من 1,500,000 دينار بحريني من أن تم إنشاءه في 2006. هذا الاستثمار، هذا الصندوق استفاد منه أكثر من 200,000 مواطن. أنا اليوم أتكلم هذا الصندوق من خلال عملية إنشاءه وطريقة إنشاءه أدى إلى استفادة لا يقل عن 52,000 مؤسسة من البرامج اللي وضعها واللي جاءت بتوجيهات ورؤية لجنة الملك لحظة. أيضا لا ننسى من جانب آخر المجالس الأخرى، عندنا اليوم لما نتكلم إحنا على تشكيل مجلس مناقصات، شيء جديد دخل علينا ونعتبره فعلا نقلة نوعية في أرض تحديث إداري، تحقيق مزيد من الشفافية، كيفية تعاملنا مع المناقصات للمشروعات بمختلف أنواعها بشكل عادل. ساهم إنشاء هذا المجلس كمثال إن عملنا فعلا عززنا مبدأ تكافؤ الفرص، عززنا من تحقيق جودة العروض، عززنا عندنا في وجود فعلا هناك توظيف أمثل للموارد. نعم، احنا طبعا نشكر لك على هذه المداخلة، نشكرك على هذه الإضاءة، ونتمنى دائما أبدا لك الصحة والعافية الأستاذ خالد الواسقطي. شكرا لك. شكرا، حياك الله. إذا نعود لضيوفنا في الاستوديو ونواصل في حديثنا اليوم عن محور السياسات الاقتصادية والقطاع الخاص الذي طبعا أفردت له مساحة خاصة في ميثاق العمل الوطني. دكتور ناظم، بالحديث عن ريادة الأعمال ومثل ما قال الأستاذ جمال، يعني فيما سبق الواحد في باله الفكرة وتختمر الفكرة ويقعد يعني يرسم كيف سوف ينفذ هذه الفكرة ويصطدم بموضوع التمويل، ويظل على قولتهم في حيصة بيس، يروح حق البنك، يروح حق يمكن الأهل، يروح حق يستلفها من فلان، وفي النهاية تبقى الفكرة حبيسة الرأس والقلب، ولربما تموت الفكرة ويتخلى عنها صاحبها. اليوم مع كل هذه التسهيلات، أكون صريحة معاكم، في أشخاص ممكن يشتري فكرة عشان يبتدي مشروع، يمكن ما يكون هو صاحب الفكرة، لكن كم التسهيلات المقدمة للشباب، كسر فكرة أن أنت أحسن لك تم في الوظيفة، أضمن لك الوظيفة، كل هذه الأفكار الآن تغيرت، حتى الشباب تفاعلهم مع فكرة المغامرة المدروسة، أنت قلت مغامرة بس مدروسة، أصبح مختلف. فكيف تقرأ هذه الحماس الشبابي لموضوع المشاريع المتناهية في الصغر والصغير والمتوسطة؟ طبعا قبل شيخة
ما أجاوب على هذا التساؤل أشير إلى موضوع يعني نقطة انطلاق ميثاق العمل الوطني. نعم. اللي أشار لي أيضا الأستاذ جمال. طبعا ميثاق العمل الوطني جاء في أعقاب في الحقيقة مرحلتين مهمتين. نعم. كانت في مرحلة إعداد مشروع الميثاق الوطني، والمرحلة الثانية هي تفعيل مبادئ الميثاق الوطني. أنا قطعا نعم. كنت في المشروع الثاني في موضوع التفعيل. نعم. اللي هو لترجمة إلى الأفكار التي وردت في مبادئ الميثاق العمل الوطني، والتي صيغت في الحقيقة من قبل لجنة يعني شكلها جلالة الملك. نعم. وبالتالي يعني الميثاق مثل ما ذكر الأستاذ جمال أيضا كان يعني نقطة فاصلة في تاريخ البحرين، يعني نقل البحرين من مرحلة إلى مرحلة أخرى بالتعبير الهندسي 180 درجة. نعم. في مجال الحرية، في مجال الانفتاح، في مجال التسامح الديني، في مجال حرية العقيدة، في مجال في العلاقات الإقليمية والخارجية. نعم. يعني في مجالات كثيرة. صحيح. وبالتالي يعني فتح آفاق كبيرة إذن إلى المواطن البحريني، والدليل على هذا الاستفتاء اللي حصل للميثاق وحصل على هذه النسبة حوالي يعني 98.4% أو 98% تقريبا 100%، يعني دليل إنه يعني كانت انطلاقة لم يتوقع المواطن وترجم إلى مشاريع وإلى برامج. أوكي. بالنسبة إلى سؤال فيما يتعلق من رواد الأعمال، ريادة الأعمال، طبعا ريادة الأعمال من الأهداف أو من العناصر الأساسية اللي ركز عليها ميثاق العمل الوطني. نعم. وبالمناسبة أنا قريت يعني في الفترة الأخيرة بعض الإحصاءات أن أحد المؤسسات الاقتصادية العالمية، أعتقد مؤسسة هيريتج الدولية، وضعت البحرين في المرتبة 38 عالميا في مجال ريادة الأعمال، وهذا الشيء من حوالي 180 دولة، وهذا شيء يعني صراحة شيء يعني مفخرة إلى البحرين أن تحتل هذا المركز فيما يتعلق بريادة الأعمال. واليوم يعني كثير من الشباب يعني في الحقيقة عندهم القابلية إلى 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 ممارسة العمل الخاص واقتحام مجال ريادة الأعمال، ومن خلال أيضا المؤسسات اللي أشار لها أيضا أستاذ جمال، يعني هيئة تنظيم سوق العمل، تمكين. الآن يعني أي واحد عنده فكرة يروح لتمكين ويبرز هذه الفكرة، وعنده مشروع الجدوى الدراسي لهذه الفكرة، ويساعد أيضا تمكين في إجراء مثل هذه الدراسة. صحيح. فبالتالي يعني صار اندفاع عند الشباب، يعني الشباب صار عندهم اندفاع إلى تكوين أعمالهم ولتكوين مؤسساتهم، خصوصا ان الان يعني احنا وصلنا مرحله يعني ان القطاع العام اصبح مشبع، يعني غير ما عنده قدره على 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 استيعاب يعني او خلف فرص يعني عمل في القطاع الحكومي. وايضا بالنسبه الى القطاع الخاص ايضا، اي يعني القطاع الخاص يعني احيانا يلام يعني في أن ما زال غير قادر على أن يخلق فرص عمل. نعم. وما زال أنه يعتمد في الحقيقة في نشاطه على الإنفاق الحكومي، وهذه نقطة الضعف بالنسبة للقطاع الخاص. نعم. وبالتالي يعني على الشباب، وخصوصا نحن اليوم شبابنا يمتلك يعني قاعدة علمية جيدة من خلال انتشار المؤسسات التعليمية، من خلال انتشار الجامعات سواء كانت جامعة البحرين والجامعات الخاصة، زين، وبأسعار جدا مناسبة. يعني فبالتالي يعني هناك كم من الشباب المتعلم الذي يملك المهارات الأساسية والمهارات التكنولوجية وعند الأفكار. وأنا أتصور في المستقبل يعني سيكون محور أو قطاع ريادة الأعمال من المحاور التي تعول عليها الحكومة في عملية التنمية الاقتصادية. يعني حسب ما فهمت، إذا تصححوا لي، يعني موضوع ريادة الأعمال حتى في عملية قياس نمو الاقتصاد في أي دولة، مسألة حتى الاستقرار والأمن الاقتصادي في تلك الدولة، حجم هذه الريادة لهذه المشاريع التي تطرأ على الساحة بأفكار الشباب هي أيضا جزء أساسي في عملية التقييم. نعم. فالمسألة ليست فقط يعني شباب عندهم أفكار، ولكن أيضا هم مؤثرين حتى في سمعة البحرين الاقتصادية عالميا. صحيح. يعني هم في الحقيقة أنت لا يمكن أن نقول خلاص طالما هاي الشركة موجودة لن تطلع
أفكار جديدة من 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 الأصغر. المجتمع يكبر يحتاج أن تبقى الشركة الكبيرة قوية، ويحتاج إلى مؤسسات صغيرة تبدأ تنمو لكي تحل محل هذه الشركات الكبيرة. مجتمعنا يكبر، عدد سكاننا يكبر، احتياج الشركات الكبيرة تبدأ تصدر بضائعها برا، نحتاج أحد يوفر بضائع في الداخل. فالعملية مستمرة، لن العملية الاقتصادية لن تتوقف، ما في شيء اسمه تشبع اقتصادي. لن يكون في تشبع، والاقتصاد ديناميكي بيتحرك وبينتج على حسب الحاجة اللي موجودة عندنا. ريادة الأعمال شيء مهم، لم نكن نعرف هذا الشيء في الزمان. كما قلت، أتى ميثاق العمل الوطني وخلق مؤسسات تهتم بريادة الأعمال. صحيح. وفعلا خلقنا عندنا مجموعة مثل ما قال الدكتور، نتصدر نحن قوائم دولية رئيسية. أصبح النموذج البحريني في ريادة الأعمال يعمم على دول العالم المختلفة لكي يستفيدوا مما فعلنا في هذا الجانب. لا أقول هذا نحن يعني انتقاصا من الآخرين، ولكن أقول بأن نحن خلقنا شيء لم يكن موجودا، واللي ساعدنا على خلق هذا الشيء هو الكيان الجديد اللي خلقناه في البحرين بعد ميثاق العمل الوطني. احنا طبعا راح نواصل في هذا الحديث نفتح أيضا زوايا أخرى ونلقي عليها الضوء، لكن خلوني معاكم أستمع لهذا التقرير. أيضا نعود لذكريات 14 من فبراير مع كل من شاركنا في برنامج إضاءات من الميثاق. نستمع ونعود إليكم. ميثاق العمل الوطني هي فرصة ذهبية لكل مواطن، وهي فرصة اللي دائما أنا أشوف أنه إحنا لازم نبادر فيها، لأن حكومتنا الرشيدة ما قصرت معانا في ولا شيء. فأنا قاعدة أشوف أن الإطار الفني هو المنبر الأساسي لكل فنان، سواء مغني سواء فنان شاعر رسام، علشان نقدر نبرز طاقاتنا هذه لازم نحن نحقق كل الإنجازات اللي وصت عليها حكومتنا الرشيدة، وصى عليها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصوا على أشياء لازم أنه إحنا نثبت فيها أقدامنا الرئيسية للنهوض بالبحرين في الخارج وفي الداخل. أنا قاعدة أشوف أنه دايما أنه الفن هو الصورة الأساسية وواجهة أساسية لكل دولة. وطبعا أنا عندي ذكريات كثير مع العمل الوطني، في سواء في الأغاني الوطنية أو في مجال صعب نفس مجال الرسوم المتحركة، لأن أقدر أبرز طاقاتي فيه. والحمد لله يعني أنا أشوف أن السنة اللي فاتت يوم الميثاق العمل الوطني من له ذكرى عندي، أخذت جائزة في مهرجان في كوريا الجنوبية، وطلعت مملكة البحرين الرابع على العالم والحمد لله في صناعة الرسوم المتحركة للإعلام الموجه. وبعد أفتخر بكل الأعمال الوطنية والأغاني الوطنية اللي أنا قدمتها، من اختيار الأغاني والألحان اللي أتمنى من كل قلبي أنه تستمر عبر العصور وتستمر عبر السنين في ترددها. وكل عام ومملكتنا الغالية بألف خير، ويشرفني دائما وأبدا أن أنا أكون واجهة لمملكة البحرين في المجال الفني. معكم المخرجة إيناس يعقوب. شكرا طبعا لمخرجتنا إيناس يعقوب على هذه الكلمات. ونرجع نواصل معاكم مستمعينا ومشاهدينا فيما تبقى من برنامج إضاءات من الميثاق، وحديث شائق وشائك اقتصاديا اليوم. دكتور عبد الله، يعني خليني أسأل سؤال لربما يطرق عقول الكثيرين من المهتمين بموضوع الدخل الوطني وموضوع الاعتماد على النفط، مصادر الدخل الوطني وتنوع المصادر، ولازم نفكر ولازم نقول. وهذه الأصوات التي نادت بموضوع التنوع لربما إذا تصحح لي من السبعينات أو حتى يمكن من قبلها، من السبعينات بدأوا يعون أن فكرة أن احنا نعتمد تماما على النفط فكرة خاطئة، ويجب أن نفتح أبوابا أخرى. إلى أين وصلنا في هذا الجانب؟ طبعا هذه مثل ما اي تحدي كبير. نعم. اللي هو وايضا انا احاول اربطه بالرياده. احنا لازم نكون عندنا يعني نخلق ميزه رياده في هذا الموضوع. نعم. يعني وعلى فكره موضوع الرياده، يعني لما مثلا اذا بربطه بالميثاق، مثلا مقدمه الميثاق، في مقدمه
اسمها شخصية البحرين التاريخية، حضارة ونهضة. وإذا أخذناها من ناحية اقتصادية على الأقل، أحدى سمات الشخصية البحرينية التاريخية في الحقيقة هي الريادة. والريادة كيف تصنع الريادة؟ الريادة على فكرة أساس تصنع، أساس يكون عندك ريادة تحتاجين إلى أفكار كبيرة. والبحرين استطاعت أن يعني مثلا ذكرتي السبعينات وذكرنا إحنا السبعينات، السبعينات كان في أفكار كبيرة. يعني أنت مع مبدأ think big. يعني كان في مركز مالي، كان في مركز مالي، كان في صناعات ألبا وجي بي آي سي وشركات مساهمة بحرينية. نعم. يعني مشاريع من العيار كثيرة. الثقيل. نعم. الميثاق أيضا. نعم. بنشوف إنه أيضا خلق أفكار كبيرة على فكرة، خلق أفكار مثل يعني طبعا خلق التطوير الحياة السياسية اللي يتكلم عنه الأستاذ، كان هذه ريادة بحرينية على فكرة وإلى الآن موجودة. في الناحية الاقتصادية بنشوف إن عندنا حركة نقابية، الميثاق أكد على هذا الموضوع، موضوع النقابات، موضوع الحفاظ على الأموال العامة بتتأسيس. الميثاق أكد عليه ديوان الرقابة المالية والإدارية. نعم. وأعتقد يلعب دور كبير. أفكار أكيد. كبيرة يعني أعتقد إحنا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة الميثاق إذا نحتاج إلى أفكار كبيرة على أساس يعني نصنع ريادة مو بس محلية، الآن ما عاد أو إقليمية، ريادة عالمية. عالمية. نعم. لأن الآن العالم في شيء اسمه عولمة، يعني دخلنا في العولمة من فترة يعني لا بأس بها، وبالتالي الآن التنافس مو تنافس على فكرة محلي، التنافس هو تنافس عالمي. يعني إذا أنت ما تنافسين الشركات اللي برا البحرين، شركات اللي برا البحرين بتي بتنافسش، سواء كان عن تأسيس مؤسسات في البحرين أو عن طريق الآن الانترنت، ويعني من ما يستخدم الامازون مثلا، من ما يستخدم مثلا التجاره الالكترونيه في التجاره على فكره الامازون كان بدايته كانت مؤسسه صغيره وكان اعتقد في جراج، وتحول الان قيمته السوقيه الى تريليون دولار. يعني تريليون دولار يعني مبلغ، يعني هذه يعني ناتج محلي اجمالي مال 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 دول كبيرة. يعني فبالتالي على أساس يعني نحافظ يعني مثل ما نصنع الريادة البحرينية، أعتقد نحتاج إلى أفكار كبيرة في التنافسية، في الابتكار، في الاهتمام بالإنتاجية. فهذه لأن في الحقيقة شنو في الأساس محرك التنافسية؟ يعني محرك التنافسية هي بالأساس الإنتاجية والابتكار، وهذه هي سمات العصر الحديث يعني. نعم. فبالتالي أعتقد نحتاج إلى أفكار. أنا في رأيي التحدي البحريني على أساس فعلا نطلع من الاعتماد على النفط. على النفط، يعني النفط إلى الآن صحيح يعني البحرين من الدول اللي يعني تتمتع بتنويع اقتصادي كبير في بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، لكن إلى الآن نحتاج إلى مزيد من التنويع الاقتصادي، خاصة في موضوع الصادرات، خاصة في موضوع الميزانية العامة. وبالتالي أنا أعتقد هذا هو يعني يمكن سمات الفترة الحالية، اللي هو إن كيف نصنع ريادة البحرينية جديدة وليس على المستوى المحلي أو الإقليمي ولكن عالمي. أعتقد يعني سادة الأفاضل ومستمعينا ومشاهدينا، هذا الميثاق وضع أمامنا هذا التحدي وهذا الالتزام، انطلاقا من حديث الدكتور أن بحجم هذا التغيير، بحجم هذه التجربة، بحجم هذه الثقة، بحجم هذا الحماس من أجل مستقبل أجمل وأفضل مختلف تماما عن كل التوقعات ولربما كل الخيالات، يضع أمامنا هذا التحدي وهذا الالتزام بأن نفكر أكبر بكثير مما اعتدنا عليه، وأن تنطلق أعيننا وطموحاتنا ليس فقط للأفق. ولكن دائما أقول بعض الناس تنظر للأفق، بعض الناس تقف على الأفق،
لكن احنا بحاجة إلى أن ننظر إلى ما وراءه حتى تكون فعلا البحرين تتحقق لها هذه الريادة، ولا نفكر فقط محليا أو إقليميا، ولكن الفكرة دائما للعالمية. ناس صاروا يفكرون في المريخ الحين، فيجب أن التزام. هي ليست فكرة كلاسيكية ورومانسية بقدر ما هي فكرة حقيقية قابلة للتنفيذ مع كل هذه المؤسسات، مع كل هذه الإمكانيات، مع كل هذه الأيادي الممدودة لنا جميعا لكي تصبح بحرنا أجمل. تاريخنا الاقتصادي يفرض علينا هذا الالتزام، وتاريخنا الاقتصادي ليس فقط على مدى 200 أو 300 سنة وإحنا نتكلم عن صناعة نفط، ولكن التاريخ يشهد بأن دلمون كانت وستظل وستبقى هي الواحة التي تفتح أذرعها دائما وأبدا للجميع. شاكرة ومقدرة جدا أن أنتم حولتوا هذا المحور اللي كنت قلقة منه، المحور الاقتصادي الجاف، إلى هذا المحور الاقتصادي الجميل والمحفز. شكرا، نورتونا في استوديو إذاعة البحرين وأكيد عبر شاشة تلفزيون البحرين. تحية لسعادة السيد جمال فخرو عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العليا للميثاق. شكر موصول لسعادة الدكتور ناظم صالح الصالح نائب رئيس جامعة البحرين سابقا وعضو لجنة تفعيل الميثاق، وأيضا شكرا سعادة الدكتور عبد الله محمد الصادق رئيس سابق لجمعية الاقتصاديين البحرينية وعضو اللجنة العليا للميثاق. أقول لكم كل عام وانتم بخير، والله يمد في اعماركم، يعطيكم الصحه والعافيه، وتشهدوا المزيد والمزيد من الانجازات اللي تسعدكم لان انتم كنتم موجودين وساهمتوا في ذلك الغرس الجميل الطيب، ومعانا ان شاء الله مع اجيالنا تقطفون ثماره وتسعدون به. شاكره جدا وكل عام وانتم بخير. مستمعينا، وصلنا معاكم أو مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج الخاص إذاعات من ميثاق العمل الوطني. إن شاء الله كنا قد ألقينا الضوء على هذه الملامح الجميلة من إنجازات اقتصادية متواصلة خلال 20 عام. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة ومحور جديد من محاور ميثاق العمل الوطني. نختم معاكم أكيد بهذه الأغنية التي تختصر كل الحديث، ولربما تعود بنا إلى بداية هذا الحديث. عهدك حمدنا غير.